عند البنت ان شعرها يكون صحي وشكله حلو، واكتر حاجة بتنرفزنا من الهنود شعرهم الطويل والنعومة واللمعان. واكيد كل بنت دلوقتي بتفكر يا ترى ازاي هما شعرهم عامل كده. لو عايز تعرفي شعر الهنود عامل كده ازاي كملي الفيديو للاخر. من فترة عملت فوت على الانستجرام وسألتكم تحبوا اعمل فيديو عن الشعر ولا عن البشرة، واخترتوا عن الشعر. بصراحة انا انبسطت جدا لان انتوا قريتوا افكاري. انا بقالي فترة طويلة عايزة اعمل لكم فيديو عن الشعر وازاي شعر الهنود بالاخص الناس اللي هم في باكستان شعرهم بيكون ناعم وطويل وكمان بيلمع بالمنظر ده. اكيد طبعا في حاجات بتبقى ليها علاقة يعني اعلانات وكده، بس برضو في حاجة كده هما بيقدروا يعملوها احنا مش نعملها، وهي الزيوت. قبل كده عملت لكم خلطات وحطيتها في فيديوهات، لو ما شفتوش الفيديوهات دي هتلاقوا الفيديوهات موجوده فوق او موجوده تحت في الديسكربشن بوكس، تقدروا تروحوا تتفرجوا عليها. دي فيديوهات عن طريق ازاي انك تعملي خلطات من الزيوت في البيت وتستخدميها. بصراحه الخلطات دي عمرها ما خيبت معايا، بس انا طول الوقت بدور على منتجات وزيوت مش موجوده في مصر ومش عارفه الاقيها، والحل الوحيد ان انا اسافر الهند عشان اجيبها، لحد ما لقيت اكاونت على الفيسبوك او جروب على الفيسبوك اسمه دودي انديان برودكت بتاع دعاء. طبعا انا هسيب لكم شكله هنا وهسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن بوكس، تقدروا تروحوا تشوفوه. دودي بتجيب منتجات من الهند مخصوص لحد عندك علشان تستخدميها لشعرك، وكمان دلوقتي دودي او دعاء بدات تجيب حاجات كتير قوي للبشره وللشعر وكل حاجه. بصراحه الست جابت كل حاجه. من فترة طلبت منها حاجات ايام عيد ميلادي، يعني شهر سبتمبر اللي فات. احنا دلوقتي في 1 ابريل، او احنا دلوقتي في ابريل، فانا بقالي فترة طويلة بستخدم من عندها منتجات. خدت من عندها 3 حاجات بس، زيت يومي وزيت حمام زيت وشامبو. طبعا الشامبو خلص، وتقريبا في العزال والحاجات اللي انا عملتها زي كلها العلبة كمان ضاعت. فانا هكلمكم عن الزيوت دي. اهم حاجة يا جماعة ان دعاء بجد شخص ثقة جدا، ده مش اعلان نهائي، ده مجرد رأي شخصي عن معاملتي مع دعاء. انت بتقولي لها مشكلتك وهي بتديك الحل على طول، وبتعرفك الاسعار، وما عندهاش اي مشكلة خالص انك تطلبي منتج واحد من 20 منتج هي عرضتهم عليكي. اللينك بتاع الجروب بتاعها موجود تحت، عندها بيج وعندها جروب وعندها اكاونت على انستجرام. وياريت يا جماعة الاكاونت اللي انا هحطه ده هو الوحيد اللي تبع دعاء، علشان في ناس كتير قوي بتحاول تضرب الاكاونت بتاعها او تاخد منتجاتها وتقول انها بتبيعها. اول حاجة هو الزيت اليومي اللي هو اسمه رانجابوري، ده زيت هندي بتستخدميه يوميا، بتاخدي منه حبة صغيرين. طبعا واضح ان انا مخلصة العلبة اهو، يعني واخدة منها كمية كبيرة. ده شكل العلبة، بيبقى جواها كده عشايب من ورا. طبعا هي كلها زيت فانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. اوكي، الزيت ده مهمته ان هو يساعد في طول الشعر. زيوت طبيعيه كلها، وكلها من الهند وكلها موثقه. انا اشتريت منها الحاجه بصراحه كنت خايفه جدا، وسبق قبل كده وقلت لكم ان انا بخاف من الشراء الاونلاين، بس اشتريت منها وعملت سيرش عن كل الحاجات دي، وبجد الحاجات دي حلوه جدا. الزيت ده بستخدمه شبه يوميا، انا مش يوميا يعني بصراحه، بس يعتبر دهان يومي لطيف لطيف، ما بيزيتش الشعر، ما بيخليش الشعر زيتي كده او مليان زيت، وكمان ما بيبهدلش الطرح خالص. بس لو انتي خايفه يعني من الموضوع ده، ممكن تحطيه بالليل قبل ما تنامي، وتاني يوم الصبح تلبسي بندانة قطن او حاجه. بس هو خفيف جدا على الشعر، انا كنت خايفه جدا ان هو يبقى تقيل في موضوع الاستخدام اليومي ده. لو انتي مش حابه تستخدميه يوميا، استخدميه يوم ويوم، واغسلي شعرك يوم يوم ويوم زي ما احنا متفقين، او احنا في الغالب بنغسل شعرنا كل يومين علشان نحافظ عليه. بعد كده خدت منها الزيت اللي هو حمام الزيت اللي هو كيشكا مود اويل، ده زيت للاستخدام الاسبوعي او مرتين في الاسبوع، تقدري تستخدميه. بتحطيه على شعرك لمدة 20 دقيقة، وتحطي عليه فوطة سخنة، او بتحطي عليه اللي هو البرو كاب او اللي هو السشوار اللي بيتلبس في الراس، وبتشوفي النتيجة على طول بعد اول اسبوعين استخدام. ودي يا جماعة والله العظيم اعلان، دي حاجة تجربة شخصية. دعاء شخص ثقة جدا. اخر حاجة استخدمته منها وحطولكم صورتها دلوقتي، وهو شامبو اسمه ميرا.
الشامبو ده بيساعد مع الحاجات دي. لو انتي مش عايزه تشتري منها الشامبو تقدري تستخدمي منتجات جونسون، هتبقى لطيفه جدا معاكي وهتعمل معاكي نفس الفكره. يا رب ما كنتش طولت عليكم، ده فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون لطيف وخفيف عليكم، وان شاء الله ان شاء الله تجربوا منتجات دعاء وتدعوني وتدعوا الدعاء على الحاجات اللي هي بتجيبها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام عليكم.